السلام عليكم طلاب. هذا الفيديو راح نشرح مادة هياكل البيانات. راح نشرح الدوال اللي أخذناها بالمختبر. بالفيديو السابق أخذنا ثلاث دوال اللي هي عفوا أربع دوال اللي هي دالة الكرييت، دالة الإن أوردر والبري أوردر والبوست أوردر. اليوم راح ناخذ دالة كلش مهمة اللي هي دالة الإنسيرت. شلون يعني من سوينا كرييت بالفيديو السابق أنشأنا الروت اللي هو جذر. هسه راح ننشئ عقدة على اليمين وعقدة على اليسار حسب قانون البي تري سيرش اللي هو يعني اللي تكون العقدة تكون يعني إذا أكبر تكون على اليمين وإذا كانت أصغر راح تكون على اليسار. هسه راح نبدي نكتب الدالة، نكتب راح نكتب هنا void انسب الدالة هي insert وننطي مالتنا المؤشر الرئيسي اللي هو node star روت، وراح نعطي متغير اسمه انتجر اكس. هاي هي القيمه اللي راح ندخلها اللي هي الاكس كانفو. زين نفتح اقواس، راح نقول له ننطي شويه، ننطي سبيسز حتى يصير مجال. زين راح نقول اف اكس اكبر او تساوي الروت مال الانفو. شو معناها هاي؟ معناها اذا كانت الاكس القيمه المدخله اللي سوينا لها انسيرت اكبر من الروت، يعني تعرفون مثل ما قلنا بالبي تي اس اذا كانت اكبر راح تروح على جهه اليمين. فقلت لها هسه اذا الاكس اللي دخلناها هي اكبر او تساوي روت الانفو، يعني اكبر من القيمه الموجوده بالروت، هسه ايش حنسوي؟ راح اضيفها هسه على جهه اليمين. فراح نفتح قوس اقواس نقول له اف روت للرايت لينك يساوي نل. يعني هسه احنا قلنا حنضيف العقدة على جهة اليمين، فلازم اول شيء تشيك اذا كان روت للروت للرايت لينك ما بي عقد، يعني ماكو عقد موجودة حتى نضيف مباشرة. هم حننزل صدر ونفتح اقواس جديدة وراح نكتب خطوات اضافة عقدة بكل بساطة. راح نقول نود ستار الاتش اتش تساوي نيو نود، العفو نيو نود اتش تساوي نيو نود. ما كنت اقول سيد الاكس لان عرفت الاكس لي فوق. راح نستعملها بالبين حتى نستدعي الاكس اتش للانفو تساوي اكس. وهسه حنقول انه الاتش للليفت لينك تساوي نل، واقول له اتش للرايت لينك تساوي نل. هسه احنا هسه انشانا عقده على جهه اليمين حتى تتحرك. هسه بعدين نقول له خطوه مهمه، اقول له لازم اربط الروت بهاي العقده اللي سويناها. فاقول له روت للرايت لينك مال الروت راح يساوي اتش، عفوا اتش ربطنا الروت مالتي بالعقده الجديده اللي هي اتش. زين هسه هذا الاف الس راح نسد هنا نكتب الالس الس اذا كان ما يعني اذا كانت اكو عقده اصلا بجهه اليمين فوين راح تروح؟ راح نسوي الاستدعاء الذاتي. راح نقول له انسيرت، يعني راح يدور على المكان اللي العقده بيه اللي تاشر على النل وراح يضيف الاكس. فاقول له روت للار لينك واكس. اذا هسه قلت له اني قلت له اول شيء بالبدايه اذا كانت الاكس المدخله اكبر من الروت اذا حنضيفها على جهه اليمين، او بعدين قلت له اذا ماكو بجهه اليمين عقده، يعني اذا اسوي الرابط الرابط المؤشر مال العقده الروت على جهه اليمين اذا يساوي نل انشا لي عقده جديده واربط الرابط مال الروت بها. اما اذا اكو فقلت له اتحرك سوي لي انسيرت، بما انه كان عندنا حركه فنستعمل الاستدعاء الذاتي. زين هسه جواها نكتب else ونفتح قوس، نفتح قوس بداخل القوس نكتب له هسه اذا حنشوف اف. هسه بما انه شيكنا اول شيء بالبدايه اذا كانت على جهه اذا كانت الاكس اكبر من الروت، هسه اذا كانت الاكس اصغر من الروت لازم نتاكد انه روت العفو روت للليفت لينك تساوي نل. بما انه هي اذا كانت تساوي نل هم نفس حنسوي نفس الخطوات. راح نكتب اتش نود ستار الاتش، ثواني بس خليني اسحب هذه ورا. زين نود ستار الاتش
و h تساوي new node. بعدين نقول h للانفو تساوي x. هسه انشأت عقدة جديدة. بهاي العقدة الجديدة مالتي راح يكون عندي ال h همين للليفت لينك يساوي null. عفوا يساوي null. و h لل r link همين تساوي null. نكتب لينك هنا أنا. عفوا لينك. زين تساوي null. زين. هسه همين أقول ل h. هسه حقول له root لل left link تساوي h. هسه ربطت العقد ربطت العقدة الجديدة مالتي بالروت عن طريق اللفت لينك مال الروت عن طريق جهة اليسار. زين هم نمسح ثاني الزيادات. خلصنا هنا. راح نقول له هم يعني اذا اكو كانت عقدة عندي راح اقول له else اتحرك على جهة اليسار insert root للليفت لينك و x. اذا راح يتحرك بجهة اليسار. طبعا هنا نسينا نحط فاز نقطة. خلنا نرجع نعيد الدالة من جديد. طبعا شوي هنا صارت عندي مساحة زايدة خلنا نمسحها. زين نرجع نعدل من جديد. راح نقول هنا أنا عندي اذا قلت له اذا الاكس هي اكبر من الروت للانفو، يعني اذا كانت قيمه اكس هي اكبر من قيمه الانفو الروت حضيفها على جهه اليمين. اول بعدين قلت له شيك اذا كانت الروت الرايت لينك اذا كان على جهه اليمين اكو عقد او لا. اذا ما كان اكو عقد اذا انشئ لي عقده جديده واحط بها الانفو اللي هي الاكس. الرابط مالته اليمنى يساوي ليفت يساوي نل واليسار يساوي نل. واربط لي روت بالرايت لينك اربط لي اياها بالعقده الجديده. اما اذا كانت اكو عقده فقلت له انسرت سماسه الاستدعاء الذاتي وقلت له اتحرك لي باتجاه اليسار وضيف اكس من تلقى فراغ. زين ايلس ما هاي الايلس الثانيه معناها انه حيكون قيمه اكس هي اصغر من الروت اذا حيضيفها على جهه اليسار. فاول شيء قلت له شيك لي اذا الروت للليفت لينك اذا جهه اليسار للروت هي نل سوي لي عقده جديده وحط بها قيمه اكس. وجهه اليسار ما حتكون تساوي نل وجهه اليمين حتكون تساوي هم نل. واربط لي الروت بها عن طريق الليفت لينك. اما اذا كان اكو عقده اصلا فقلت له سوي لي انسيرت اتحرك بالاستدعاء الذاتي وسوي لي روت للليفت لينك وضيف الاكس من تلقى مكان فارغ. ها هي داله السيرش. هنا ينتهي الفيديو. طبعا هاي الداله كلش مهمه، دائما تجي بالامتحان، دائما تجي بالاسئله، فركزوا عليها. ولهنا ينتهي الفيديو. اتمنى استفادتوا من عنده.